في الحياة بنقابل ناس وناس، وقالوا في المثل الناس معادن، فيها الأصلي وفيها التقليد وفيها المؤذي وفيها المفيد. ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس، هنقابل كل يوم نوع من الناس، ناس ذهب وناس تانية لها العجب، ناس زي الفل بتحب الخير للكل، ناس جميلة تتصاحب وناس غريبة ملهاش صاحب، ناس لئيمة البعد عنها غنيمة، وناس رأية من النوع الفاخر. وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمرو الليسي في كلمة ورد غطاها. الشخصية اللي هكلمكم عنها النهاردة شخصية مزعجة جدا ومحيرة جدا جدا في نفس الوقت، يعني تبقى أحيانا مش قادر تستحملها وفي نفس الوقت تبقى عايز تتعاطف معاها. شخصية غريبة محتاجة طول الوقت ان الناس تحتملها وتطبطب عليها وكمان تواسيها. هيان هيان والله يا عمور اخويا، دور برد فظيع فظيع مدمرني. رحت دلوقتي لثلاث دكاترة بس والله مفيش فايدة، قالوا لي فيروس الانفلونزا السنة دي جاي من اسيا. من اسيا؟ جاي من اسيا عليا انا بقى، مستقصدني الاسياوي ابن الحمد لله شكر الله. لا الف سلامة عبد عزيز، شد حيلك يا راجل كده، شد وتزول يا عبد، ويفضل صاحبنا عبد عزيز على الحال ده كل يوم، مرة دور انفلونزا اسيوية ومرة فيروس افريقي عامل له مغص منعه يجي الشغل، ومرة تالتة يتصل من البيت بنفس الصوت المتمارد عشان يطلب اجازة مرضية، والمرة دي بقى بيكون السبب غريب شوية. بواسير يا باشا، والله بواسير عمورة، البواسير مجنناني يا اخي، لا عارف انام ولا عارف اقعد ولا عارف اسوق العربية ولا عارف حتى ادخل روحت لتلات دكاترة يا باشا مفيش فايدة، ادوني مخدة مقورة كده اقعد عليها، لا مش مريحاني برضه يا باشا، تعبان تعبان والله عمورة. وطبعا في اليوم ده بتكون بواسير عبد عزيز هي الخبر الرئيسي في الشركة كله، وكل الزملاء عايزين يطمنوا على بواسير الراجل اللي معطل الشغل. والإنسان المتمرد ده تبقى مش عارف أحيانا هو بيمثل ولا عيان بجد، لأنه كل يومين طالع لك بمرض جديد، وكل أسبوع ياخد أجازة مرضية، طبعا مش بيروح لثلاث دكاترة، وبياخد أدوية، وكله على حساب التأمين بتاع الشركة. وعبد عزيز في منه كتير قوي اليومين دول يا سادة، يبقى عنده مشوار مع المدام يطلب أجازة مرضية، يبقى زهقان وكسلان أو مش عاوز يصحى بدري عشان كان سهران سهرة حلوة يتمارض ويقول إيه عيان. ولو في يوم عرفت من أصحاب عبد عزيز إنه ما كانش عيان ولا حاجة وإنه كان بيتفرج على ماتش مصر وكوت ديفوار امبارح يقولك والله صدفة يا عمو، عيادة الدكتور جنب بوابة الاستاد، كنت تعبان ودرجة حرارة 40، حس بدوخة فظيعة دوخة فظيعة، وكانت عينيها مزغللة كده، بدل ما ادخل من باب العيادة رحت داخل بوابة الاستاد، قلت خلاص بقى ما بديهاش اتفرج على الماتش وهو كله تشجيع لمصر. انت مش بتشجع مصر برضه يا باشا ولا ايه؟ والانسان المتمرد ده طول الوقت محتاج ان الناس تتعاطف معاه وتسأل عليه وتبعت له رسائل على الواتساب ورسومات عليها ورود، وشفاك الله وعافاك ويا رب تقوم بالسلامة يا عبد عزيز. وشوفوا بقى حضراتكم عشرات التعليقات والدعوات على صفحة عبد عزيز على الفيسبوك يوم ما ينشر صورته وهو رابط دماغه ومعلق محاليل وكاتب بوست مرعب على خلفية سودة فيلينج سيك يا لهوي، وكل الفيسبوك بيعيش حالة حزن وانزعاج عشان عبد عزيز عنده صداع أو ضغط واطي شوية. وعلى فكرة ممكن أحيانا يكون عبد عزيز عيان بجد، بس الشيء الغريب بقى انه لما بيكون تعبان يحول مرضه لقضية قومية، وكل شوية بقى يشغل الناس بصورته وتطورات حالته، وكأنه الانسان الوحيد في البلد اللي ضغطه بيترفع او بيجي له صداع. لا 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 مش اي صداع والله عمورة، لا ده صداع وزغلالة وبوازير وتلات دكاترة والله اخويا. والله اعملي بقى اجازة مرضية كده تلات ايام، تلات ايام عمورة، تلات ايام. اللي زي ده ملوش غير حل واحد والله، يروح لدكتور نفساني، يمكن يكون محتاج حنان وعطف، يمكن عايز كل الناس تهتم بيه. انت مش عيان عبد عزيز، انت محتاج حنان يا اخويا، بذمتكم ده تقولوا له ايه؟
بتتصرفوا معاه ازاي؟ ابعتوا لنا تعليقاتكم على صفحة برنامج كلمة ورد غطاها مع عمرو الليسي، حكاياتكم مع انواع الناس اللي بتقابلوها في حياتكم هنتكلم عنها في كلمة ورد غطاها. ولغاية ما نتقابل تاني اسيبكم في امان الله. كلمة ورد غطاها، دكتور عمرو الليسي، الكاتب الصحفي محمد الشبه، أداء الفنان أحمد صيام، إخراج تامر حسني.